السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية علي أن أشكر هيئة علماء المسلمين ممثلة بشخص يمينها العام الأخ الدكتور مثنى حارث الضاري على عقد مثل هذه الندوة، عنوانها الحركتان العلمية والفكرية في العراق في العصر الحديث. نحن نتحدث تحت مظلة التاريخ الحقيقة، وعندما تحدد الحركات العلمية والفكرية نتحدث عن ما هو مطلوب من هذه الندوة أو هذا المؤتمر، أن يعطي نماذج تكون قدوة يمكن أن نتمثل بها، يمكن أن نسترجعها، يمكن أن تكون معنا. ابن خلدون عندما يتحدث عن التاريخ في بعض حديثه يقول أنه معنى التاريخ يتركز في القدرة على استيعاب الدروس، استخلاص النتائج، استفادة من المآثر، وجعل التاريخ إلى جانبنا مو علينا. مثل هكذا مؤتمر بهذه الطريقة يبحث عن هذه القضية، ومن هذا المنطلق أنا أتحدث عن مثل ما في يعني في الإطار الديني، في الإطار العلمي، في الإطار الفكري، هناك نماذج كبيرة كحركات وكأشخاص كفكر وعلم. هناك أيضا في جانب الصحافة وفي جانب الثقافة هناك شخصيات أيضا لها أثرها في الحياة الثقافية والسياسية العراقية، ومن ضمنها ما يعني الشخص اللي اختاريته عنوان لهذا البحث اللي هو إبراهيم حلمي العمر. هذا الرجل العراقي ولد عام 1890 وتوفي عام 1942، عاش 52 سنة. أنا قسمت البحث الحقيقة قبل هذا، أريد أن أقول أنه هذا البحث مقسم إلى يعني قسمين، قسم ألقي الضوء به على تاريخ الصحافة العراقية لأنه هو اشتغل في الصحافة العراقية ويجب أن نعرف معنى الصحافة العراقية، والقسم الثاني يتطرق إلى سيرته ونشأته ومن هذا الشخص. الحقيقة هذا كثير من الشخصيات، وهذه يعني تسجل لهيئة علماء المسلمين يعني بأحرف كبيرة حقيقة، لأنه كثير من الشخصيات العلمية الفكرية الدينية الثقافية يعني في الظلمة معتمة الحقيقة. والآن يعني هذه هي الدعوة للمؤتمر أن نسحبها إلى الضوء لكي تكتب عنها البحوث، لكي يعني تدرس، لكي تكون مثالا ويعني ما آثرها تخرج للناس. هذا الشخص أيضا من هذه المجموعة، هذا شاب صغير ولد في بغداد في عام 1890، لم يبلغ 18 سنة حتى كان، وهذه جزء من ما حباه الله لكثير من الناس، سبحانه وتعالى يعطي موهبة للبشر، لكل شخص هناك موهبة معينة، فهو قبل 18 سنة كان لديه هذه الموهبة في الكتابة والقراءة والتفكير، لذلك يعني ما زال هو بالإعدادية انتبهوا الكثيرين إلى قدرته على الكتابة والتأليف والأدبي والسياسي بطريقة غريبة عجيبة، لذلك حاولوا يعني أن يسحبوا إلى جانبهم. وأول صحيفة اسمها الرياض وهو لم يبلغ 18 سنة دارها في بغداد يعني في العهد العثماني، وكانت عام 1800 قبل 1809 الحقيقة، 1809 صدر الدستور العثماني اللي فتح الصحافة وكذا، لكانت الصحافة الحقيقة في العراق كلش ضيق مجالها. البعض يتحدث عن تاريخ الصحافة مثل ما أخي الدكتور لقاء تحدث يعني ربما عن تاريخ ثورة العشرين، لكن الصحافة في العراق الكثير من المؤرخين يعني يؤكدون أنها بدأت مع جريدة الزوراء عام 1869، والبعض يتحدث عن جريدة أخرى اللي اسمها جورنال العراق عام 1816 قبلها ب 53 سنة صدرت أيضا، يقولون أنها صدرت، لكن يعني عبد الرزاق الحسني في كتبه يقول أنا يعني بحثت عنها في المكتبات البريطانية وبحثت عنها في المكتبات العثمانية لم أجد لها شيئا حقيقة، فاضطروا أن يعني يعتمدون التاريخ هذا اللي هو في زمن مدحت باشا أسست أول جريدة اللي هي الزوراء. والحقيقة ما يميز جريدة الزوراء ما دمنا نتحدث عن تاريخ الصحافة إنها ما زالت أقدم يعني أطول صحيفة عمرا في العراق من تأسيس الصحافة العراقية لحد الآن، استمرت لمدة 47 سنة في الصدور، وصدر من عدها 2607 عدد.
مسيرة طويلة الحقيقة. عموما هذا الشخص مؤمن كان إبراهيم حلمي العمر، مؤمن بحرية الفكر، مؤمن بوحدة العراق، مؤمن بالقيم، قيم العراق. هو درس في ولد في محل في منطقة محلة يعني في الكرخ، وفي في منطقة هذه في منطقة الكرخ عموما في أحياء الكرخ لم تكن هناك غير الكتاتيب اللي كانت تسمى في العهد العثماني اللالات، اللي هي مكاتب لتعليم الصغار القراءة وقراءة القرآن بداية، القراءة والكتابة. ومن هذه بدأت نشأته الفكرية والأخلاقية تتبلور بهذه، والشخصية تتبلور الحقيقة. فعمل في كثير من الصحف، لكن في صحيفة النهضة اللي أسسها الباتشاشي الحقيقة اشتغل فيها وكتب مقالة شديدة اللهجة، السلطة العثمانية زعلت عليه فاضطروا إلى إصدار أمر إلقاء القبض عليه، هرب وبعد ذلك ألقوا القبض عليه ونفي إلى تبليس عاصمة جورجيا. ومن هناك قدر يرجع إلى يعني يهرب ويروح إلى دمشق، وفي دمشق أسس جريدة لسان العرب المعروفة في دمشق. وهذا يمكن ربما واحدة من الأحداث المهمة في حياة هذا الشخص وفي يعني إلقاء الضوء على هذه القضية. خلال اليومين الماضية كنا نتحدث، والبارحة بالذات كنا نتحدث عن مجموعة من الباحثين من إخواننا الأكراد هنا، وما ما يثير في هذا البحث أن جمال السفاح كان يحكم سوريا في ذلك الوقت، وورد اسم إبراهيم حلمي العمر من ضمن قوائم الذين مطلوبين للإعدام، فكان ضمن قوائم المطلوبين للإعدام، وتوسطوا له مجموعة كثيرة من أهل سوريا، ومن ضمنهم شخص هو كردي من السليمانية، أصله من السليمانية، هو محمد كرد علي. هذا الشخص مفكر له جنسية، أمه يعني أبوه من السليمانية، من كرد السليمانية، وأمه شركسية، لكن هو يحمل الجنسية السورية. كان أول وزير للتربية والمعارف في سوريا، وكان رئيس مجمع اللغة العربية في دمشق من عام 1919 إلى عام 1953 عام وفاته. فهذا الشخص كان رغم كرديته، رغم قوميته، كان يحب العرب حبا شديدا، ويحب العربية بطريقة يعني كبيرة جدا. لذلك يعني كان رئيس هذا المجمع اللغة العربية وهو كردي. عموما أنا يعني ربما واحدة من التوصيات أن أدعو الأخوة الأكراد الباحثين الأكراد أن يبحثوا في هذا الموضوع، يبحثوا عن شخصية هذا المفكر العراقي في الأصل، ويكتبوا عنه شيئا يعني يضيء نقاط كثيرة من حياته، وبالذات ما يتعلق في العراق جزء منها. المهم هذا نعود إلى إبراهيم حلمي العمر. ظل مدافعا عن وحدة العراق، عن حرية الفكر، عن حرية النشر، عن حرية إبداء الرأي، الوقوف مع الجماهير. هذا كله كان يثير السلطات، حتى بعد مجيء البريطانيين، بعد الاحتلال البريطاني للعراق اتخذ نفس الطريق الحقيقة، واستمر في عمله بالصحف يعني مشاغبا، يعتبرونه مشاغبا، واضطروا إلى أن يكتب في عام 1926 كتب آخر مقالة إليه، كانت في جريدة المفيد اللي أسسها بعد ما أجى بلسان العرب من سوريا. رجع يحمل جريدة لسان العرب وفتحها في العراق، أيضا أغلقتها السلطات البريطانية، فاضطر أن يفتح جريدة أخرى اسمها المفيد، وأيضا أغلقت بعد ذلك يعني سنتين من عام 24 هو رجع، ب26 المفيد أغلقت بسبب مقالة تحت عنوان سوق النخاسة في جنيف، فتحدث عن هضم حقوق البلدان، هضم حقوق الشعوب، وبالذات الشعب العراقي في حريته. نعم، فعموما توفي هذا الرجل. بعد ذلك اشتغل مديرا للإذاعة العراقية عام 1939، وهو أول من عمل في الإذاعة العراقية كمذيعا للأخبار، رغم أنه لم يكن مذيعا. عام 1936 قدم أول نشرة أخبار الإذاعة العراقية، يوم تأسيسها يوم 30 حزيران 1936.
توفي هذا الرجل عام، كان صديق لياسين الهاشمي وعين في مجلس الوزراء. عموما الوقت لا يسمح، الحياة تثر. المهم هذه الشخصية، أنا ما يهمني في هذه القضية أنه نلقي الضوء على شخصيات لامعة وليست ملمعة في تاريخ العراق الحقيقة وفي تاريخ أمتنا، يجب أن نلقي الضوء عليها لكي تكون أمثولة، لكي تكون يعني أمامنا ونتمثل بها، ويمكن أن نستفيد من كل دروسها. عموما توفي هذا الرجل ولم يكن يملك شيئا، وحتى ما يعني مصاريف الدفن دفعها أحد رؤساء الوزراء السابقين، المدفعي دفعها، رغم أنه هو كان يمتلك سيارة من أفضل السيارات في وقتها، باعها حتى يتبرع بها المجاهدين في فلسطين. كان مدافعا عن حقوق العرب والمسلمين بطريقة رائعة جدا. توفي هذا الشخص. ما يهمني بالنهاية، نقول أنه يعني أنا أوصي بالتوصيات أنه سيرة هذا الرجل ربما تستحق أن تكون رسالة ماجستير أحد طلاب دراسة التاريخ، أو أن يسلط عليها الضوء. ورد أيضا مثل ما قلت ذكر لي شخصية هذا الشخص الكردي العراقي محمد علي كرد، أيضا أنا أدعو لتسليط الضوء عليه. والقضية الأخرى المهمة اللي تحدث عنها دكتور لقاء في النصف دقيقة الأخيرة، ربما أشار إلى صحافة ثورة العشرين. صحافة ثورة العشرين كانت فيها صحيفتين مهمة جدا، الفرات والاستقلال. الفرات لم يصدر منها إلا 5 أعداد، والاستقلال صدر 8 أعداد. لدينا الآن جريدة تصدر من عام 2003 لحد الآن، يعني هي جريدة البصائر. أتمنى أن تأخذ حقها في ظرف مقاوم، في ظرف نعيشه كنا كعراق، أن تأخذ حقها من الدراسة، وأن تكون يعني في إطار من الدراسة الأكاديمية في دراسة ماجستير أو دكتوراه، و يعني تنال حظها من الاهتمام الكبير لكي تكون مرجعا بعد سنوات طويلة، مثل ما نرى جريدة الفرات وجريدة الاستقلال مراجع. أشكركم شكرا جزيلا، وشكرا سيدي الرئيس.